أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من مانشيت أحمر، معي أنا ريمان عيسى. نبدأها بالعناوين. تأكيد الحرص على الوقوف بعزم ضد الإرهاب وملاحقة فلوله وتجفيف منابعه عبر تعزيز قدرات القوات الأمنية وإعادة تنظيمها مؤسساتيا، يقول الكاظمي. دمار يخيم على أغلب أحياء المدينة القديمة في الموصل بعد مرور 4 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية فيها وأعلان النصر. تحرير الناشط العراقي علي المقدام بعد يوم على اختطافه عبر عملية أمنية، اغتيال محام في البصرة بعد ساعات من إطلاق سراح موكله. استهداف جديد للقوات الأمريكية بواسطة قذيفة سقطت في حقل للغاز في ريف دير الزور الشرقي في سوريا قرب قاعدة للتحالف الدولي. استمرار عمليات الاختطاف والاغتيال والتهديد للناشطين والإعلاميين وضعت العراق ضمن تصنيف أخطر المناطق على العاملين في الصحافة، وتهديد مباشر للأمن الانتخابي بالتزامن مع العد التنازلي للانتخابات المبكرة، مع استمرار المطالبات بالكشف عن الجونات وحماية حرية التعبير والكلمة الصادقة. ملف حلقة اليوم من مانشيت أحمر، نتابع التقرير ونبدأ الحوار. أعادت حادثة اختطاف الناشط والصحفي العراقي علي المقدام والتي انتهت بتحريره بعد تعرضه للضرب حملة الاحتجاجات والمطالبات بالكشف عن الجنات وحماية حق الكلمة وحرية التعبير التي دفع ثمنها وما زال عدد كبير من النشطاء والإعلاميين والمتظاهرين منذ احتجاجات تشرين ولغاية اليوم، وتكثيف جهود السيطرة على السلاح المنفلت الذي يحاول تكميم الأفواه والحد من الحريات مع استمرار الإفلات من العقاب. مراقبون يرون أن سطوة بعض الأحزاب والجماعات المسلحة مبنية على تكميم الأفواه وترهيب الصوت الآخر والتضييق على حرية التعبير بالتزامن مع الانتخابات المبكرة التي طالب بها المتظاهرون، وهو ما يعني بالتالي ضربا للأمن الانتخابي الذي يفترض أن يشاع قبل وأثناء العملية الانتخابية، ومحاولة ترهيب الناخب للعزوف عن الانتخابات. ويؤكد مختصون أن مواقف النشطاء والإعلاميين من الفساد والجماعات المسلحة والمطالبات المستمرة بكشف الجنات كانت السبب الرئيس لعمليات الاغتيال والاختطاف والتهديدات بالتصفية ومغادرة البلاد. استمرار عمليات القتل والتهديد وضعت العراق ضمن تصنيف أخطر المناطق على العاملين في الصحافة، ومنذ مايو 2020 إلى مايو 2021 سجل العراق 268 انتهاكا ضد الصحفيين بحسب دراسة أعدتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة التي تتخذ من العراق مقرا لها. خطوط حمر كثيرة إذا تجاوزها الناشط والإعلامي فإن مصيره الاغتيال والتهديد والخطف، حسب نشطاء دفعوا حياتهم ثمنا للكلمة، وآخر كلماتهم كانت الدفاع عن حرية الكلمة والتعبير والكشف عن الجنات. أفتح هذا الملف مع ضيوفي الكرام، الخبير القانوني علي التميمي وأيضا الناشط محمد السعيدي. وأبدأ معك محمد، يعني لماذا ما زال يدفع العراقي الحر إن كان صحفيا أو ناشطا ثمن الكلمة الحرة؟ نعم محمد. مرحبا عليكم وعلى قناتكم وعلى جمهوركم الكريم. أهلا بك. اليوم في العراق نشهد في ظل حكومة أو سلطة دكتاتورية، تخلصنا من النظام البائد، واليوم نشهد حكومة بوليسية بنوع آخر ميليشياوية تعمل على خطف الناشطين الذين يقولون الحق
ويقولون رأيهم في المجتمع. اليوم تعمل السلطة جاهدة ومن حولها من الميليشيات وغيرها على تكميم الأفواه بكل الطرق البشعة والمقيتة التي تجعل من العراق ساحة أو غابة نعيش فيها. نعم. صوت ماكو. سأعود إليك محمد، يبدو أنك تعاني من مشكلة في الصوت. أرحب مجددا بالخبير القانوني علي التميمي. سيد علي، يعني استمرار ملاحقة الناشطين أو الصحفيين، اختفاء قسري، قتل وعمليات استهداف بشكل متكرر، هل هذا بسبب خلل أمني أم ضعف في القوانين الموجودة في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك ستنا والسادة المشاهدين. طبعا بالتأكيد يعني حرية التعبير عن الرأي مصانة في الدستور العراقي، المادة 38 كانت صريحة وواضحة في التعبير عن الرأي بكل الوسائل وبكل الأساليب، أيضا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ميثاق العهد الدولي. لدينا ستنا العزيزة في العراق اتفاقية موقع عليها العراق، هي اتفاقية منع الاختفاء القسري عام 2006، وقع عليها العراق بالقانون رقم 17 لعام 2010. هذه الاتفاقية تمنع الاختفاء أو الإخفاء، تمنع الخطف، تمنع الحجز، تمنع اعتقال الناس دون أوامر قضائية. طبعا هذه الاتفاقية هي مهمة جدا لأنه مرتبطة مباشرة بالأمين العام للأمم المتحدة، والعراق مصادق على هذه الاتفاقية التي طبعا بموجبها، بموجب المواد 30 إلى 35 منها، شكلت لجنة من 10 دول لمتابعة الدول التي تحصل فيها الاختفاءات القسرية. وطبعا هذه الاتفاقية أيضا تلزم الحكومات الموقع على هذه الاتفاقية بما يسمى بجبر الخواطر، يعني تعويض المتضررين. العراق اليوم أمام هذه التحديات الخطرة التي تحصل في الخطف، في الاغتيالات، في الاعتقالات العشوائية. نعلم جميعا أن العراق لا زال تحت طائلة الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة، يعني احنا خرجنا 2014 العراق من الفصل السابع إلى الفصل السادس، معلق العراق يعني معلق بين السادس والسابع، وإذا استمرت هذه الانتهاكات لربما يعود العراق إلى الوصايا الدولية إلى الفصل السابع. وهناك تنبيهات متكررة وكثيرة من الأمم المتحدة من مجلس الأمن بسبب هذه الاختفاءات، هذا من ناحية. نعم. سؤال جنابك ستريم، سألتي عن القوانين هل هي مطبقة أو غير مطبقة. ليس العبرة في القوانين، العبرة في تطبيق القوانين، العبرة في سيادة القانون، العبرة في تطبيق العدالة بشكل مثالي. القانون يهدف إلى قضيتين مهمة جدا، هي تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الردع. يعني عندما نقوم بتطبيق القانون، بتطبيق المواد القانونية مثلا في قانون العقوبات، يهدف إلى تحقيق الردع، منع ارتكاب الجرائم مجددا. لكن الإشكالية التي تحصل في العراق هي دائما هناك عمليات خطف، هناك عمليات قتل، هناك عمليات تجاوز. طبعا هذه تصنيفها القانوني، هذه الحوادث هي إرهاب، هي جرائم إرهابية. يعني ما حصل للناشط يوم أمس هي عملية إرهابية، لأنه التعريف الإرهاب في قانون الإرهاب رقم 13 هو استهداف طائفة، فئة، أفراد لإحداث القلاقل، خلخلة الوضع العام في البلد، فلهذا ينطبق عليها إرهاب. حسنا فعل السيد الكاظمي بهذه التحركات بتفعيل الجهد الاستخباري. أرى أن حكومة السيد الكاظمي جادة في القضاء على مثل هكذا ظواهر، هي ظواهر شاذة، ظواهر مرفوضة، ظواهر تحدث الشرخ في المنظومة المجتمعية، ولربما تريد إعادة البلد إلى سنوات سابقة عفى عليها الزمان. نعم.
أرحب الآن بالناشط محمد الياسري. محمد، أهلا بك في منشط أحمر. يعني مع قرب موعد الانتخابات، هل تعتقد بأن حوادث الاغتيالات والاختفاء القسري والخطف ضد الناشطين أو الصحفيين أو العراقيين بشكل عام سوف تزداد، أو ربما سنشهد تقليل لهذه أو يعني تخفيف لهذه الحوادث؟ مساء الخير عليك وعلى كادر البرنامج وعلى كادر القناة وعلى المشاهدين الكرام. بصراحة القوات القمعية الحزبية أو المنظمة تحت أطر حزبية ترى أنه الجانب كناشط مدني أو كمعارض ضد نوعي منهم يطمح لسلب سلطتهم أو لتغييرهم. شاهدنا على يعني على مر الأيام السابقة حملات تهديدات، تحريض، اغتيال وما شابه ذلك واختطاف. هاي الحملات كل ما جاي تقرب الانتخابات جاي تزداد، لكن تزداد بتوجه مختلف جدا. اليوم وبصراحة منذ 3 أشهر أو 4 أشهر ما شاهدنا عملية اختطاف أو عملية اغتيال لناشط ضمن حراك سياسي انبثق بعد حراك تشرين، ولعدة أسباب. أولها أنهم ما يريدون يدفعون لهذا الحراك اللي يكون ضمن الناشط اللي يتم اختطافه أو اغتياله حتى يكون اسم ومنافس والناس تعرفه من خلال حملات التعاطف اللي تصير مع الشخص اللي تم اغتياله او اللي تم اختطافه. دائما حملات الاغتيال او الاختطاف بتكون على الناشط المدني اللي ما زال في الجانب الاحتجاجي، مازج نفسه ضمن حراك سياسي انبثق بعد تشرين ولا الاحزاب السابقه. لذلك ممكن تكون حملات التصفية وتزداد بهذا الاتجاه حتى تبث الرعب داخل قلوب المواطنين بصورة عامة من عملية الانتخابات، وتبث الرعب في قلوب أحزاب مستجدة مثل ما صار بعض الأحزاب المستجدة قررت أنه ما تخوض هاي المعركة وتنسحب من هاي المعركة بذريعة أنه يتم اغتيالهم أو يتم تصفيتهم. نعم، أرحب الآن مجددا بالناشط هاشم الجبوري. أيضا هاشم، يعني منذ فترة أطلق هاشتاغ حالة الإفلات، إنهاء حالة الإفلات من العقاب في العراق، وأنه من حق الشعب العراقي يعرف من قتله ومن قتل المتظاهرين والناشطين والعراقيين، إلى أي مدى يسهم الكشف عن القتلة في العراق يسهم بطمأنة المواطن العراقي وطمأنة الناشطين، وأيضا إرساء نوع من الأمن الانتخابي قبل موعد الاستحقاق في تشرين المقبل. تحية للجميع. حملة إنهاء الإفلات من العقاب هي حملة أطلقها ناشطين من ضمنهم علي المقدام، ولربما تكون هي أحد الأسباب التي تقف وراء اختطافه. مسألة إنهاء الإفلات من العقاب كوننا منذ 2003 ولحد الآن لم نرى أي محاسبة حقيقية سواء على مستوى سراق المال العام أو على مستوى مؤججي الحروب أو الاقتتال الطائفي وإلى آخره، وآخرها مسلسل اغتيال وتغييب الناشطين. إنهاء الإفلات من العقاب هو جوهر القضية الأساسي، كون لو أن هناك رادع ومحاسبة لمن يقوم بالقتل والتغييب وسرقة المال العام لما تفاقمت هذه الحالة في العراق. كما يلاحظ الجميع أنه عندنا تفاقم جدا عالي في بل حد الاستهانة والاستهتار بأرواح المواطنين والاستهانة بالحكومة والتيقن من عجزها التام عن محاسبة القتلة وسراق المال العام. نعم، أعود مجددا إليك محمد السعيدي. يعني وسط هذه الأخطار الأمنية التي تهدد الناشطين وأيضا الصحفيين، يقال أن هناك ربما لوم على الناشط أو الصحفي لأنه لا يأخذ احتياطاته. إلى أي مدى يعني عدم أخذ الاحتياطات يرفع من نسبة الخطورة ضد الصحفيين؟ هل هي من مسؤولية الناشط أو الصحفي أم من مسؤولية الدولة أن تؤمن الحماية لهذا الناشط؟ طبعا للتصحيح ستي الكريمة، أنا محمد السعدي وليس السعيدي. أهلا بك على أي حال. طبعا هذا الموضوع
هذا الموضوع حماية الناشط لنفسه، هذا ضحك على الناس. هذه ليست دولة، الدولة التي تقول لأبنائها أحموا أنفسكم بأنفسكم، فلماذا القوات الأمنية تقبض المليارات من الدولارات كل شهر على السلاح وعلى على على على, على, على الأجهزة الاستخباراتية؟ وعلى أين تفعيل الاستخبارات؟ أين جهاز الاستخبارات لكشف هؤلاء؟ أنا أريد أن أقول إنها مسرحية أبطالها القادة السياسيين والرموز. لا يمكن لأن نكون في دولة تقول لشعبها أحموا أنفسكم بأنفسكم. أين الأموال التي صرفت على الأجهزة الأمنية؟ أين الأجهزة الأمنية التي تعدادها 600 ألف مقاتل فقط في وزارة الدفاع، و250 ألف فقط في وزارة الداخلية، و150 ألف فقط في الحشد الشعبي وغيرها من الأجهزة الأمنية المرتبطة برئاسة الوزراء؟ فهذا الموضوع هو الضحك على الناس، وأنا ذكرت أنها مسرحية وأبطالها هم القادة السياسيين. نعم، بالعودة إليك سيد علي التميمي، يعني يلمح محمد في حديثه إلى أن هذه الحوادث يقف خلفها ربما جهات سياسية بحسب ما يقوله. هل القوانين الحاكمة في العراق فيما يخص معاقبة يعني مفتعلي هذه الجرائم هو يحاكم جهات سياسية، أحزاب سياسية، أم أفراد فقط؟ هو هذا سؤال مهم جدا ستنا. يجب أن نفرق بين حالتين، بين حالة الفاعل المعنوي أي الفاعل الذي يرتكب الجريمة مباشرة، يعني يكون أداة لارتكاب الجريمة، وبين الجهات الممولة. يعني هذا يسميه القانون الجنائي، قانون العقوبات، قانون أصول محاكمة الجزائية، الممول أو المحرض أو معطي المال. طبعا هنا في قانون العقوبات العراقي، في قانون أصول المحاكمة الجزائية، عقوبة الفاعل هي نفسها عقوبة الشريك وعقوبة الممول وعقوبة المحرض، بالاستناد إلى المواد 47 48 49 من قانون العقوبات اللي عاقبت الشريك والمحرض وأيضا الممول بنفس العقوبة. ولهذا ستنا نقطة أخرى مهمة، أنه هذه الجرائم هي لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة. هذه النقطة مهمة جدا. يعني قد يتصور البعض من مرتكبي هذه الجرائم أنها يعني تتساقط أو تنتهي بمضي المدة. هذه الجرائم لا تسقط بمضي المدة، والدليل أذكر لك دليل على ذلك، أنه في القضاء العراقي هناك جرائم يتم اكتشافها بعد سنوات طويلة، يحاكم فيها المتهمون وبالإدانة وبارتكاب هذه الجرائم، وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية. ليس فقط في العراق ستريم، حتى في القانون يعني القضاء العربي، القضاء الدولي، المحكمة الجنائية الدولية أيضا كان توجهها بهذا الاتجاه. أما مسألة الأحزاب والكيانات، هذه أيضا تساءل، لأنه تسمى بالشخصية يعني المعنوية أو الشخص المعنوي كما يسميه القانون. عندنا إحنا قانون الأحزاب، وتوجد جهة هي جهة الرقابة على الأحزاب مرتبطة بمفوضية الانتخابات، وهو قانون غير مفعل. نعود إلى مسألة تفعيل القوانين وتطبيقها. هو أنا أتحدث لك عن وجود القانون، ليس عن تطبيق القانون، أتحدث عن ما موجود. يعني في ما قانون، فائدة هذه القوانين سيد علي من دون تطبيقها؟ 9 لسنة 20 هي هذا هو الواقع. يعني في العراق الكثير من المواد من القوانين غير مطبقة، لكن ننتظر. مثلا ستنا، قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 20 يعاقب الحزب والكيان في حالة الإساءة أو استخدام الدعاية الانتخابية في غير الغرض المعاد له بغرامة 25 مليون دينار. هذه طبعا هنا من الذي يقوم بالتطبيق؟ مفوضية الانتخابات. جنابك تتحدثين عن الخيط الفاصل، الخيط الرفيع ما بين وجود القوانين وتطبيق القوانين. الكثير من القوانين العراقية يا ستريم هي تمتلك أجنحة ملائكية
لكن لا تمتلك أرجل البشر حتى تسير بها على أرض الواقع. وراح تسأليني ما فائدة ذلك؟ هذه هي القوانين، القانون موجود، لكن من الذي يطبق القوانين؟ الذي يطبق القانون هو الأجهزة الأمنية، السلطة التنفيذية بكافة مفاصلها، الجهد الاستخباري. شاهدنا يوم أمس حادثة الاختطاف التي حصلت. هنا ستنا في هذه الحادثة مهم جدا التحقيق، التحقيق الذي يأتي بعد الاختطاف اللي هو إفادة المجني عليه، إفادة المخطوف، يعطي المعلومات، إفادة الشهود الحادث، الفيديوهات، الكاميرات المراقبة، بغداد مليئة بالكاميرات. فلهذا يعني أمام المحققين فرصة للوصول إلى الجنات، فرصة عن طريق هذه الخيوط، خيوط الجريمة في اختطاف الناشطين، في قتل الصحفيين، هي موجودة، لأنه أنت من الممكن أن تصل إلى الفاعلين كما حصل في قضية ممثلة ألمانيا في أبو نواس. تذكرين جنابي خلال يومين أو ثلاثة تم الوصول إلى الجنات وتحريرها. هذا هو الجهد الاستخباري المهم، يعني الجهد الاستخباري هو مهم هنا للوصول إلى الجنات. أنا برأيي يعني قضية اختطاف الناشط الأخ الحمد لله على سلامته، إنه تبتدي من إفادته هو، إفادته ستة مهم جدا، لأنها هي التي تشكل الخيط الذي يمكن من خلاله الوصول إلى الجنات والجهة. وإحنا في دراستنا تعلمنا أنه لا أحد فوق القانون. محمد الياسري، استمعت إلى ما قاله السيد علي التميمي، لا أحد فوق القانون، وهناك قوانين في العراق تعاقب ويعني تلاحق المتورطين بالجرائم وبالاختفاءات القسرية، ولكنها غير مفعلة. كيف تعلق على هذا؟ بصراحة احنا كناشطين مدنيين وكمحتجين وكمتظاهرين نقتل ونهجر ونروع وتروع عوائلنا لحجج او لتحريض تنبث من قبل قيادات سياسية بتغريدات، ونواب برلمان ايضا بتغريداتهم وعلى منصاتهم وحتى في قنوات التلفاز، دائما يحرضون تجاهنا بانه احنا عندنا تخابر دولي، عندنا تواصل مع سفارات والى اخره. انا من خلال يعني قناتكم ومن خلال شاشتكم الكريمه اوجه رساله للسيد مصطفى الكاظم، وهو ذكرها بعظمه لسانه، قال انا امتلك المذكره اللي قدمتها للسيد عادل عبد المهدي حينذاك اللي تثبت عدم تخابر المتظاهرين حين ما اعطوا توجيه لجهاز المخابرات العراقي اللي كان يرأس السيد مصطفى الكاظمي، انه ابحث في 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 تفاصيل 11 و25 10، هل لديها تواصل خارجي، تخابر دولي، هل هنالك مؤامره. جهاز المخابرات العراقي اثبت انه لا يوجد تواصل وتخابر للمتظاهرين، والمذكره موجوده عند السيد مصطفى الكاظمي. احنا جاي نقتل في هذه الذرائع وبهذه الحجج، لماذا السيد مصطفى الكاظمي لا يعرض هذه المذكره للاعلام ويثبت براءه المحتجين وانهم مجرد متظاهرين خارجين يطالبون بحقوقهم المسلوبه؟ هل انتم بحاجه لاثبات براءه محمد؟ لكن هاي ذريعة جاي نقتل بيها، واللي ساكت على هاي الذريعة والمستتر على هاي الذريعة أيضا مشارك بالقتل. اليوم احنا من نروح نتواصل مع الجهات الأمنية. هل لهذا السبب تقتلون أم أن هناك أسباب أخرى محمد؟ الجهات الرسمية الأمنية الخاصة فيما يخص فرقة الموت اللي تم إلقاء القبض عليهم، الآن اكو فرقة موت أو فرقتين في البصرة تم إلقاء القبض عليهم، من جينا طلعنا على ملفات التحقيق لقينا حتى فتاوى من مراجع في قتل تحسين وفي قتل احمد عبد الصمد، التحقيق يذكر حتى اسم المرجع اللي منطي فتوى في قتل هذا الشاب اللي استشهد. يعني التحقيقات اوكي مكتمله وواصله، لكن القضاء ما جاي يبت بالحكم، ولا اكو عرقلات، اكو قادات سياسيه وقادات كتل سياسيه جاي تمنع انه القاتل يوصل الى المحكمه، جاي تمنع انه القاتل يتم محاكمته، لكن هذه القادات والقادات الكتل السياسيه ابدا ما تمنع القاتل عن قتلنا وعن ترويعنا. اسباب عده لقتلنا، احنا ما نريد نثبت للاخرين انه احنا بريئين لان احنا نعرف شنو نفسنا، لكن هاي حجج جاي يطرحونها بالاعلام. ليش اللي يتستر على السبب او على انه اثبات براءه المحتجين مستر علي وهو يمثل دوله رئيس الوزراء العراقي؟
نعم هاشم، استمعت إلى ما قاله محمد، هل أنتم فعلا بحاجة لإثبات براءة كما يقول محمد، وأيضا يعني ما هي الأسباب التي تقتلون من أجلها؟ بالنسبة يعني البراءة، احنا ما نترجى اي براءة من الناس، هي اساسا ما تحتاج اي ذريعة لقتلنا، لانه الاسباب الرئيسية لقتلنا لربما هي يعني الاسباب الاقوى هي ثلاث اسباب. السبب الاول اللي هو انه هذه يعني تشرين او الناشطين اصحاب الكلمة الحرة سببوا اوجاع للسلطة وشخصوا مواطن الخلل فيها، حيث ان الشارع العراقي بات يعرف من الذي يسرقه ومن الذي يقتله. هذا سبب. السبب الثاني أنه هذه السلطة تريد أن تثقف لمرحلة دكتاتورية وإفشاء الرعب في الشارع العراقي، وإيصال رسالة أن كل من سينتقد هذه السلطة سوف يواجه بالقتل والتغييب. أما السبب الثالث اللي هو الآن يعني خلينا نقول حدث الساعة، مسألة الانتخابات. اليوم القتل والتغييب والاختطاف بدأ يستخدم استخدام سيء كدعاية انتخابية، سواء بالسلب أو بالإيجاب، يعني لربما تكون هناك تصفية خصومات بين كتل من خلال إلساق تهم بعضها بالآخر، أو من خلال احتضان الحالات الإنسانية والترويج لدعاية انتخابية جديدة. هذا طبعا سبب أنه الطبقة السياسية لا تمتلك محتوى سياسي بإمكانها أن تقدمه للشارع العراقي، لذلك هي طبقة تعتاش على الأزمات، لا شيء سوى الأزمات. إحنا بين فترة وأخرى نجد المحررين والمخلصين والمنقذين هم من يتصدرون المشهد، يعني ماكو فد مسألة ممكن أنه نستند عليها ونقول أن الطبقة الكتلة الفلانية لديها مشروع سياسي أو مشروع اقتصادي ممكن أن ينهض بواقع البلد. مجرد أزمات في أزمات في أزمات، وفي واقع الحال القتل مستمر، الفساد مستمر، السرقة مستمرة، وأكو يعني هسه عندنا مسألة الإنهاء الإفلات من العقاب بما يخص مسألة الأخ الناشط علي المقدام. يعني القوة الماسكة للأرض من المسؤول عنها؟ عمليات بغداد هذا أمر بديهي، عمليات بغداد لحد الآن ما شفنا أي إجراء تجاه القوة الماسكة للأرض. هل الذين اختطفوا علي المقدام هم أشباح أم يستقلون سيارات، ولا ربما تكون سيارات لديها تخويل أو تراخيص من جهات معينة؟ طيب ما أكو رصد للحالة أنه يعني إحنا عندنا اليوم مثل ما ذكر الدكتور علي أنه إفادة الناجي من الاختطاف علي المقدام مهمة جدا، أكيد أدلى بمعلومات يجب التقصي عنها والتحري عنها. وهنا نرجع ونقول أنه القوة الماسكة للأرض مدانة، ويجب أن تكون هي في طليعة من يحاسبون، لأنه إذا بقى التسيب بهذه الطريقة لن تكون لدينا قوة أمنية حقيقية تحرص على أمن المواطن. نعم محمد السعدي، يعني الاستمرار بتسويف مطلب الكشف عن قتلة المتظاهرين والكشف عن يعني من يقوم بهذه الجرائم وتهديد المستمر للناشطين والصحفيين، إلى أين يمكن أن يوصل العراق؟ الكشف عن قتلة المتظاهرين هذا سيكون مطلب رئيسي ومطلب لا يمكن الاستغناء عنه، وذلك لأن لم يتم الكشف عن قتلة المتظاهرين أو كشف عن قتلة أي عراقي سواء كان من الشمال أو من الجنوب أو من الغرب. هو بحد ذاته فوضى. نحن نؤمن بدولة القانون، نحن نؤمن بقانون صحيح وحقيقي يرجع لنا هيبتنا وهيبة العراق. طبعا أريد أعرج على موضوع ذكره الأخ والصديق محمد الياسري على موضوع التهديد ولفق التهم علينا. إذا كنا موجودين بالبغداد أو بالمحافظات، إذا نقتل وإذا استطعنا اللجوء إلى كردستان، تلفق علينا جميع التهم أننا نعمل مع إسرائيل وأننا نعمل مع السفارات، وأن هذه التهم هي كفيلة
التهم هذه تؤتي من فتوى شرعية تعطيها جهات معينة للتابعين لها لقتلنا. موضوع الإفلات من العقاب نشرنا، وموضوع محاسبة قتلة المتظاهرين ومحاسبة قتلة العراقيين هذا مطلب لم نستغن عنه، وسوف نصل به إلى جميع الدول، وسوف يكون جميع الدول ستكون ستعرف أنه في العراق يوجد قتل بدون سبب وتكميم أفواه، وهنالك حكومة دكتاتورية التي تدعي بالديمقراطية لكنها دكتاتورية بحق الكلمة. وأريد أن أستشهد بمقولة ببيت من نزار القباني: فقدت يا وطني البكارة ولم يكترث أحدا، وسجلت القضية ضد مجهول وأرخيت الستارة. دائما هنالك قتل وتغييب، وتسجل القضية ضد مجهول، ولم يحصل أي مواطن قتل ابنه. أبسط مثال السيد علي شاسب، السيد شاسب قتل، خطف ابنه، وعندما كان وصل إلى معلومات مهمة لكشف القتلة قتل أيضا وبدم بارد، والحكومة لم تكترث لذلك، وسجلت القضية ضد مجهول وسجلوها. دعني أتوقف عند هذه النقطة وأناقشها مع السيد علي التميمي. سيد علي، تسجيل القضايا ضد مجهول كما يتحدث محمد، هل يسقط القضايا ويسقط الحق عن يعني من نفذ بحقه هذه الجريمة؟ يعني تحدثت قبل قليل بأن القضايا لا تسقط بتقادم الزمن، ماذا عن حالات تسجيل القضايا ضد مجهول؟ نعم، هو ست مريم، هذا مهم جدا السؤال. يعني قاضي التحقيق، محكمة التحقيق عندما تعرض عليه قضية، والكثير من هذه القضايا تعرفين ترتكب بتخطيط مسبق، يعني ما يسمى في قانون العقوبات مع سبق الإصرار والترصد، كما في قضية الشهيد الهاشمي الله يرحمه، كيف دبرت يعني هذه القضية بتخطيط، استخدمت كواتم يعني تكييفها القانوني، بالإضافة إلى أنها قضية إرهابية، هي قضية استخدام كواتم، وقانون منع استخدام الكواتم هو يعاقب بالإعدام أيضا على استخدام هذه الكواتم. محكمة التحقيق يعني لا يأتيها العلم من الغيب، لا، هو على ماذا تعتمد في جرائم القتل، في جرائم الخطف، في جرائم الاعتداءات، تعتمد على إفادة مثلا في القتل، نأخذ ستري، إفادة المدعين بالحق الشخصي، ذوي المجني عليه، تقرير الطبي التشريحي، إفادة الشهود، الكشف والمخطط على محل الحادث، ثم يجمعها قاضي التحقيق، فإذا وجد مثلا اسم أو شخص أو جهة متهمة يصدر أمر قبض. قبل يومين مجلس القضاء الأعلى أعلن بأنه القضاء أصدر أحكام قضائية بالإعدام ضد قتل من قتل بعض الناشطين، أوامر قبض أيضا صدرت. لكن إذا كان يعني لا تتوفر الأدلة، هاي مهمة ستريف، أنه تبقى القضية وفق المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مفتوحة، يعني هي صحيح ضد مجهول، لكن تبذل الجهود لمعرفة الفاعلين كلما، لأن ما قلنا هاي ما تسقط بالتقادم، إذا استجد أي دليل هنا ستفتح القضية من جديد. طبعا أنا كثيرا ما تحدثت عبر قناتكم المحترمة عن ضرورة توثيق هذه الجرائم، يعني الفيديوهات، الإفادات، استنساخ الإفادات، حتى بعض الناشطين كما أشار الأخ اللي قبلي، أنه أنت عندما تتعرض إلى تهديد حتى عبر الفيسبوك، وسائل التواصل الاجتماعي، اذهب دون إفادتك، لأن هذه راح تشكل وثيقة. شوف الستريب، الأمم المتحدة في القضايا التي حصلت في اليمن وفي سوريا، اتخذت الأمم المتحدة قرارات نتيجة لهذه الوثائق. رئيس الوزراء العراقي السابق سيد علي، يعني هناك من لا يقيم شكوى أو لا يقيم شكوى أو لا يدعي، فهذا يعني لا يعتبر وثيقة.
يجب تدوينها في القضاء أو في المحاكم. هو بالتأكيد يعني هو هذا مهم جدا، وإلا هو القضاء لا يتحرك تلقائيا ولا يمكن أن تقام الشكوى تلقائيا، يجب أن تكون هناك إفادة، يجب أن تكون هناك شكوى أمام القضاء. شوفي ست، في مسائل الاختفاء القسري قبل فترة مجلس القضاء الأعلى أصدر قرار أنه كل من لديه معلومات عن هذا الاختفاء القسري أن يذهب إلى محكمة التحقيق يدلي بالمعلومات. بماذا تخدمنا هذه؟ بماذا تخدمنا هاي الإفادات؟ هاي الإفادات تخدم عندما يعني يتحول الملف إلى الأمم المتحدة. كثير من الدول ستري انه يعني داخليا الاجراءات ربما تكون يعني ضغط عليها يشوبها الاشكاليات، لكن عندما رفع الملف الى الامم المتحده كشفت حقائق. خذي مثلا قضيه رفيق الحريري، يعني 300 شاهد المحكمة الخاصة اللي شكلت سمعتهم ووصلت إلى الجنات وصدرت أوامر قبض حجة أموال. لهذا تدوين الإفادات، الاحتفاظ بالوثائق بالفيديوهات، عندنا منظمات شغالة خاصة بحقوق الإنسان. طب حتى سيد علي، هل ما يحدث اليوم بالعراق في بغداد من جرائم ضد الناشطين والصحفيين يمكن أن يحول إلى محاكم دولية؟ ما هي يعني الإجراءات التي يتم وهذا مهم تحويلها إلى محاكم دولية، تحويل هذه الجرائم؟ هو هذا احنا ستنا هذه نقطة مهمة جدا. يعني هو طلب مرة أخرى إلى السيد الكاظمي أن يقدم، العراق يقدم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية روما 1998. احنا العراق ما منضمين إلى اتفاقية روما. هاي المحكمة ستنا تحاسب على جرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، جرائم الحرب. قضية سلوفادان ميلوزيفيتش الرئيس اليوغوسلافي حكمت 60 سنة المحكمة الجنائية الدولية، نفس القضية قتل المتظاهرين. الرئيس المصري حسني مبارك أيضا حكم بذات الطريقة من قبل جناية القاهرة. العراق يحتاج ينضم لاتفاقية روما. هاي الإفادات اللي يتحدثون عنها الأخوة كلها تحتاج إلى أن تجمع، إلى أن يعني تهيئ في ملف كبير عندما ينضم العراق. نعول على يعني ليس حتى على الحكومة التي تأتي بعد الانتخابات أن تنضم إلى الجناية الدولية. هاي الجرائم ما تسقط بالتقادم، ممكن تثار في أي وقت. وضحت ويسأل. يشوف الرئيس الشيلي، الرئيس الشيلي على كرسي متحرك وحاكمه بعد أن طلع تقاعد حكومة الجنايات، ما تسقط تقادما هذه الجرائم العفو ست. بالعودة إليك محمد الياسري، يعني سأتحدث معك عن دور الأمم المتحدة في العراق ودور يونامي. قالت بلاسخارت، يعني زارت الصحفي علي المقدام بعد تحريره، وقالت بأنه هذه الاعتداءات تهدد الديمقراطية في العراق وحرية التعبير أيضا. هل ما زالت أو ما زال المتظاهرون في العراق والصحفيون يؤمنون بدور الأمم المتحدة في حمايتهم من هكذا انتهاكات وهكذا جرائم؟ في بداية الكلام يعني قبل لا أجيب عن هذا السؤال عندي ملاحظة بسيطة. تفضل. ما أعرف واضحة. نعم، عندي ملاحظة بسيطة. تفضل. احنا صح في برنامج جاي يتحدث عن الانتهاكات اللي يصير ضد الناشطين والاختطافات، وصح جاي ننقل المعاناة اللي جاي نتعرض لها، لكن ابدا ما جاي نجسد دور الضحية. احنا راح نبقى منافسين اشداء لخصومنا القتلة المجرمين اللي جاي ينتهكون حقوقنا، راح يبقى صوتنا وقلمنا وكلماتنا اعلى من صوت رصاصهم. فلا يعتقدون ابدا انه احنا راح نجسد دور الضحيه هنا ونستعطف الناس. اما في ما يخص الامم المتحده ودور الامم المتحده في الانتهاكات اللي جاي يتعرضوا لها الناشطين، سابقا او تقريبا في يوم 3 من هذا الشهر كان لي لقاء مع مسؤول القسم السياسي في مكتب الامم المتحده، كان اللقاء في البصره في فندق شراتون. من تحدثت مع الاستاذ محمد النجار، طبعا هو شرح لي
دورهم وعملهم، لكن ملتزمين، يقول احنا ملتزمين بسياده وملتزمين بقوانين، وتحديث البند الاخير ما يسمح لنا نتدخل بقوه، ودائما كان كلام الامم المتحده يتجه باتجاه الانتخابات، وللعلم انهم جاي يعتبروننا ضمن المعادله السياسيه الان كناشطين وكمدونين وصناع راي ومتظاهرين، يعتبرون المتظاهرين والمحتجين ضمن العمليه السياسيه او ضمن المعادله العمليه السياسيه، ويتحدث ويانا بنفس المقدار او نفس الاليه اللي يتحدث بها مع الميليشيا الفلانيه او التيار الفلاني، يعني يتحدث مع الناشط الفلاني كما يتحدث مع قائد الكتله السياسيه، ما يحط فوارق للوسائل المتوفره عند ذاك القائد السياسي اللي يمتلك وسائل واسلحه ودوله تحمي او وما شابه ذلك من السلاح المنفلت، ويتحدث مع الناشط بنفس المقدار من يعني بنفس مستوى الخطاب. الان من اجي اخاطبه واقول له يا استاذ يا مكتب حقوق الانسان يا امم متحده يا يونامي، انه احنا لا شيء، معدومين الوسائل، لا نمتلك غير القلم والصوت وشجاعتنا اللي جاي نتحرك بها بالشارع، غير هذا ما نمتلك ابدا، يكتفي بتدوين التقارير اللي تدونها مكتب حقوق الانسان ويقدمها للامم المتحده وبدورها يرفعوها لمجلس الامن الدولي، وما جاي ينتج اي شيء، مجرد اهتماماتهم بالانتخابات فقط، ما عندهم اي اهتمام في حمايه او في، وطبعا للعلم عملهم في العراق اصبح كعمل السياسيين بالضبط، اوكي لا باس، يعني ظلوا يهتمون بالزيارات والبروتوكول والبرستيج والصور والتقاط صور وما شابه ذلك الاعلاميه، الشو الاعلامي اكثر من العمل المكتبي اللي ينطي نتائج ويحمي الناس. نعم هاشم، إذا كان اليوم المواطن العراقي فاقد الثقة بالجهاز الأمني وأيضا بالبعثات الدولية في العراق، إلى من يلتجئ في حالة التهديد الأمني بشكل مباشر إليه؟ إلى الله. أحب أشير إلى نقطة يعني بعيدا عن سؤال حضرتك، لأنه ما عندي إجابة أنه لمن نلتجئ، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، إحنا نحتكم عد من هم متهمين بقتلنا، وهذا الشيء غير صحيح. قبل شوية أشار محمد الياسري إلى نقطة جدا مهمة، أنه الاستهداف يطال الناشطين الذين لم ينخرطوا في أحزاب مستحدثة أو سابقة، هذه حقيقة يعني المعلومة دقيقة جدا، لأنه يعني هي تكون رسالة واضحة لجميع النشطاء والناقدين، أنه إن لم تعطنا الشرعية في انتخابات محكومة بالفشل مسبقا فمصيرك هو التغييب والقتل، وهذا هو واقع الحال اللي قاعد نعيشه إحنا الآن. وإحنا نرجع ونقول يعني الأزمة كلها وهذا الوضع المتردي في العراق هو أساسه الإفلات من العقاب. لو كان هناك عقاب حقيقي سواء على مستوى الجهات الأمنية المسؤولة عن أمن المواطن، لو كان هناك عقاب حقيقي على مستوى سراق المال العام، لما رأينا اليوم دعايات انتخابية يستخدم فيها المال العام للترويج لشخصيات معينة. طيب أنت بمنصب تشريعي وترويج الاشتراك في الانتخابات التي هي توصلك إلى الجهة التشريعية اللي هي البرلمان العراقي، شنو علاقتك بالتبليط، شنو علاقتك بمحولات الكهرباء، شنو علاقتك بالخدمات؟ عذرا أني عرجت على موضوع آخر، لكن هو في صلب الموضوع أنه إحنا أمام أزمة إنهاء الإفلات من العقاب، وإن لم ينتهي الإفلات من العقاب فلن تقوم قائمة لهذا البلد أبدا. نعم محمد السعدي، يعني في حالة عدم إنهاء حالة الإفلات من العقاب كما يقول هاشم الجبوري، إلى أين يسير العراق خاصة وأنه مقبل على انتخابات وعلى استحقاق انتخابي؟ كيف سيكون شكل هذه الانتخابات وسط استمرار هذه الجرائم وتنامي العنف في العراق؟ ست الكريمة، ما هي جرائم مستمرة من 2003 ولغاية الآن، وفي كل يوم جريمة وقتل وسلب وسرقة أموال دولة. الانتخابات اللي جاية هي تحصيل حاصل إن حدثت، ستكون هي تغيير الوجوه فقط،
لكن تبقى الوجوه السياسية، الإدارة بيد الكتل السياسية التقليدية، فهي تحصيل حاصل. من وضع قانون الانتخابات ومن وضع القانون الانتخابي والانتخابات الجاية هم نفسهم الأحزاب التقليدية اللي موجودة بالسلطة، ولم يحدث أي تغيير في ذلك. نحن أعرج على كلام الشيخ هاشم أنه ذكر نحن نطلب من 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 قتلتنا القتلون، احنا قاعدين نطلب من عندهم انه يحاسبون ويصدرون حكم باسم على القتلة وعلى المجرمين وعلى السراق. فالانتخابات الجاية هي تحصيل حاصل بيدهم، ولم يحدث تغيير، وسيستمر القتل وسيستمر النهب والسرق بالبلاد. لكن وأيد كلام محمد الياسري، سوف نبقى مستمرين ولم نستسلم، وسوف هم يعلمون كم نحن شجعان، كم صبرنا، كم تحملنا من القتل والدماء والخطف والتغييب، وبقينا مستمرين وسنبقى مستمرين. وصلت الفكرة. بالعودة إليك سيد علي التميمي، وباختصار إلى مكانه الطبيعي والصحيح. محمد سيد علي التميمي، يعني باختصار أيضا، قانونيا هل هناك بند قانوني يجيز الكشف عن المجرمين والكشف عن أسماء القتلة ومن ينفذون هذه الجرائم، أم أيضا يبقى هناك خصوصية في هذه الملفات كما يقول البعض؟ لا، هو يعني عقوبة الفاعل الأصلي كعقوبة الشريك، عقوبة المحرض كعقوبة الفاعل الأصلي، عقوبة الممول كعقوبة الفاعل الأصلي. فواضح النص في قانون العقوبات، يعني الجريمة عندما ترتكب ليس فقط الفاعل المعنوي هو الذي يساءل، يعني من يطلق الرصاص، من يستخدم السلاح، ليس فقط هو المجرم. لا، إذا كان هناك اعترافات أكيد سترنا، يعني هذه يعني الخيوط الجريمة هي من أين تبتدي؟ يعني مثلا قضية الأستاذ الزميل المقدام، هو يعني يحدد الخيط الكبير للوصول إلى الجنات تبتدئ منه هو. يعني أكيد هو لاحظ أشياء، عرف أشياء، الكاميرات المراقبة الموجودة. لكن ايضا باختصار ستنا انه الخلاص، سالت الاستاذ اللي قبلي عن الخلاص، انا برايي الخلاص في الانتخابات. هذا القانون الجديد، قانون الانتخابات، اعتمد الدوائر الصغيره، الدوائر المتوسطه الوسطيه، كثير من الناشطين اشتركوا فيه، رشحوا. فالإحجام عن الانتخابات سلبي، لا يمكن النجاة في الإحجام، لا، الإقدام على الانتخابات هو النجاة. ليشوف مهما كانت فكرة، مهما كانت نسبة المشاركة ستعتمد كما حصل في 2018، لهذا التغيير عن طريق الانتخابات. العفو. محمد الياسري، هل تتفق مع السيد علي التميمي بأن الخلاص من هذا الوضع في العراق يكمن في الانتخابات، وأن التغيير يبدأ منها؟ بصراحة الآراء تختلف بين الناشطين. أنا شخصيا مع المشاركة بالانتخابات وبقوة، مع أن خلاص غير الانتخابات مو خلاص جذري، وإنما هو جزء أو سلم، يعني باية من سلم التغيير. نحتاج أن نثقف للمشاركة بالانتخابات، فكلما ازدادت المشاركة ازداد قلت نسبة التزوير. نعم، لكن أكو ملاحظة جدا بسيطة، يعني الأخوة الناشطين، نعم، احنا جاي نتحدث عن مبدا الديمقراطيه، فمبدا الديمقراطيه شيء مقدس لازم نقدسه ونروجه للناس بشكل صحيح. نعم. والانتخابات جزء من مبدا الديمقراطيه. هاشم، هل تتفق مع محمد فيما يقول؟ يعني من خلال ما أرى في الشارع الآن، والتهافت على أبواب السياسيين، التهافت على أبواب السياسيين من أجل تقديم الخدمات لهم، أشوف أنه الانتخابات الجاية مع التحضيرات للتزوير اللي يعني استقراءات الشارع، أشوف ما بها أي فائدة. لكن لا سبيل للتغيير سوى عن طريق صناديق الاقتراع، وهذا أمر محتوم. نعم، أشكرك جزيل الشكر الناشط هاشم الجبوري، والشكر موصول أيضا إلى الناشط محمد السعدي، وأيضا الناشط محمد الياسري، كل الشكر إلى الخبير القانوني محمد التميمي أو علي التميمي. إلى اللقاء في حلقة جديدة من منشأة أحمد.